ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه. لاول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي اول زرار عشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار. النهارده بقى فيديو مشتريات حلو جدا هيعجبكم قوي قوي قوي. بصراحه بيج كده اكتشاف اسمها هوم فود، هو الاكل البيتي، بجد تحفه جدا. انا عرفت البيج دي اصلا من يوتيوبر اسمها مرمر كنتاكي. اللي عجبني في البيت اصلا يعني ان هي عندها الفطير المشلتت. بصوا انا مطلعاه من الفريزر، هي اول ما جه جالي سخن جدا وطعمه تحفه. انا مجربه كذا حاجه عشان قلت ان انا برضو اقول لكم رايي فيه، يعني تستفادوا من البيت وكمان تستفادوا تعرفوا رايي في الحاجات اللي انا جربتها. بصوا انا تانيه اربع تربع كده، تمام؟ يعني هي الفطيرة كبيرة جدا، وهي بتخيرك يا اما لو انت عايزاها بالزبدة الجاموسي او بالزبدة البقري، تمام؟ كل طبعا حاجة ليها سعرها، وهكتب لكم الاسعار بتاعتها في الديسكريبشن بوكس، وهسيب لكم لينك البيج في اول كومنت مثبت، تمام؟ انا اللي عجبني بقى فيها ان فعلا الفطير حلو جدا. اللي خلاني اجربها ان مرمر كنتاكي دي شكرت في الفطير جدا، وانا بصراحه بعاني من الموضوع ده لان انا بحب الفطير المشلتت، ومش اي مكان بيبقى للاسف بيبقى زي الفطير المشلتت كده اللي هو بيبقى في البلد، بيبقى زي الفرن بالظبط، بيبقى طعمه بصراحه مش حلو. اللي انا جربتهم فانا انبسطت جدا ان هي عندها مخبوزات القرص والحاجات دي والفطير، وعندها المش اللي هو الجبنه القديمه. لا بجد المنيو بتاعها كبير قوي، لما تدخلوا عندها هتعجبكم جدا، وعندها مخللات، تمام؟ دي اول حاجه الفطير المشلتت. تاني حاجه القرص التحفه دي، طبعا انا اللي مضايقه القرص دي، انا بصراحه كنت يعني مقلقه منها، يعني ما كنتش فاكره ان هي تطلع بالحلاوه دي، يعني عجبتني كمان اكتر من الفطير، طعمها تحفه جدا وطريه قوي. ده فطير مبسوس بالسمنه البلدي، وهي وفي تاني فطير تاني اللي هو بيبقى معجون باللبن والقشطه، تمام؟ حلو جدا. وجربت كمان من عندها اللي هي اخر حته في الكونو، طبعا احنا كلنا بنموت فيها، طعمها حلو قوي. قلت برضو افتحها وادوقها قبل ما اقول لكم عليها، تمام؟ كميه حلوه جدا، ده ربع كيلو. ومن الطحان عندها ده برضو منتجات الطحان، جربت الجاتو اللي هو الشطرنج ده بس لسه هدوقه، معرفش بصراحه طعمه، تمام؟ اهو. وعندها بقى بتاع التحفه دي اللي هي الكاب كيف، اللي هي بنعمل بيها القهوة، والكوباية نفسها بتبقى بسكوت وبتاكليها بعد ما بتشربي القهوة. هعملها برضو معاكم. بصوا في بالشوكلت وفي بالوايت شوكلت وفي بالدارك، تمام؟ هجربها معاكم بس بقى في فيديو تاني، تمام؟ وفي الصوصات دي السويت شيلي اهو، طعمه تحفه جدا، دقته طبعا. والرانش بصراحه ما عجبنيش قوي، تمام؟ والالف جزيره اللي هو بتاع كوكدور، بتاع اللي هو اللي بيتاكل جنب البطاطس فريسكس، طعمه حلو جدا. وعندها اللي هي الموتزاريلا بتاعت الاطباء، دي اول مرة هجربها بس طبعا معروفة، تمام؟ يعني كله بيشكر فيها اهي. وجبت من عندها كفتة الرز دي على القلية على طول، دول كيلو. يعني انا بصراحة نسيت اقول لها ان انا عايزاهم نصين، لان الكمية دي كبيرة قوي عليا نعملها مرة واحدة. واحلى حاجة ان هي بتكتب لك الحاجة من بره، وبرضو الصوصات كاتبة الحاجة من بره.
وبقى الحاجات المجمدات دي الفريسكس بتاعتها تحفه جدا، مجرباها اهو، كيس اهو مفتوح. انا حبيت اجرب الحاجه قبل ما اقول لكم عليها. ودي الستريبس السبايسي، عندها ستريبس برضو عادي، انا مجرباه برضو، تحفه جدا، زي طعم كوكدور واحلى كمان، السوبر كرانشي بتاع كوكدور. تمام. وبقى جربت من عندها البرجر الساده برضو، ماركو مارك كنتاكي شكرت فيه جدا، وشكرت كمان باللي هو فيه جواه جبنه، شكرت فيه جدا، بس انا قلت اجرب الساده، وانا اصلا ما يعني بقرف جدا من البرجر بتاع بره، يعني صعب قوي ان برجر يعجبني، يعني اطياب وحلواني والحاجات المشهوره دي ما بحبهاش، ما بعترفش بيها بصراحه، ما بحسش اني باكل لحمه اصلا وبقلق منها، بس بجد طعمه تحفه. وبصوا الواحده حجمها عامل ازاي، بصوا كبيره جدا بجد، الحاجه عندها تعجبكم جدا، وعندها حاجات كتيره قوي، يعني انا قلت اجرب الحاجات دي الاول، عندها كل حاجه، واللي عندها الجبن السوري والكريمه اللباني. تمام، ده بقى الفيديو بتاعي. بجد الحاجه بتاعتها حلوه جدا، ادخلوا عندها واتفرجوا، هتلاقوا عندها حاجات كتيره جدا وفعلا جميله. تمام، وملتزمه جدا في الميعاد، يعني هي قالت لي الجمعه، جات لي الجمعه، لان في بيتجات كتير بتغير لك مثلا، او المندوب بيبقى فيه بيحصل ظرف او كده. تمام، غير كده كمان ان هي لو انت طلبتي حاجات من المخبوزات بتجيبها لك في نفس اليوم، يعني هي قالت لي انا هشوف الاوردر بتاع المخبوزات هيجي انت وهقول لك، يعني هبلغك ان مثلا هيجي الاوردر يوم الجمعه، فالحاجه هتوصلني يوم الجمعه. وفعلا الفطير جاي لي سخن جدا، والقرص فريش جدا، وطعمها تحفه. انا اول ما جت دقتها وعجبتني، وحطيت الفطير في الفريزر. تمام، يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمليه لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.